فطاير التفاح السريعة بالكاسترد. الوصفة دي علشان نعملها عايزين باف بيستري وعايزين كاسترد جاهز، ممكن تستعمله جاهز ممكن تعملوه في البيت زي ما تحبوا، وعايزين لوز شرايح، وعايزين كمان سكر وقرفة زي ما انتم شايفين كده. عملنا ايه دلوقتي؟ اخدت السكر والقرفة وحطيتهم زي ما انتم شايفين على بعض. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ هناخد الباف بيستري اللي عندنا، هوريكم بس ازاي بنعملها. بناخد الباف بيستري اللي عندنا بالشكل ده، بنجيب الكاسترد الجاهز بنعمله، يا بنعمله جاهز يا اما بنعمله على ايدينا مش مشكلة زي ما تحبوا. هنحط الكاسترد في البايبنج باج او كيس الحلواني، وهنبتدي نحط كده شوية كاسترد في النص بالشكل ده. هنجيب التفاح اللي احنا مقطعينه شرايح، قبل ما نجيبه بس عايزين البيض، ندهن شوية بيض هنا، بيض بالفرشة شوية بس كده على الاطراف، وهقول لكم ليه دلوقتي. شايفين كده اهو، كده بس وكده، شوية كده بيض على الاطراف. هناخد دلوقتي التفاح اللي عندنا وهنحطه على الكاسترد كده من فوق، بنكون مقطعينه شرايح رفيعة كده زي ما انتوا شايفين. ناخد اللوز اللي عندنا وهنحطه على الاطراف بالشكل ده، على البيض اللي احنا حطيناه، وهنا بنفس الطريقة اللوز الشرايح كده اهو. وهناخد السكر والقرفة اللي خلطناهم مع بعض اهم، وهنحط على الوش شوية سكر وقرفة، وهندخل الفطاير بتاعتنا دي على الفرن على درجة حرارة 200 لغاية ما الباف بيستري اللي عندنا ينتفخ من الجناب كده شوية ونحس انها استوت، وده بيكون شكلها بعد ما بتستوي.